والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآله محمد. يشرفني أن أحضر في هذا المكان، مكان البخت، مكان الفراضة، مكان العلم من أعلام بريحة، وهو ديوان الحاج حسين ناصر الحمداني، الشخص الذي تتمثل فيه البخت والشجاعة والكرم والعدالة، إضافة إلى ذلك تشهد به الناس اللي هم خارج بريحة وتجي الناس تتفاوض عنده. وهاي الشخصية الكريمة وهو عمنا اليوم، عم كل بريحي، وهاي الشخصية الكريمة لها دور فعال في مجتمع قبيلة بريحي، وكل الأخوان لهم دور فعال، وإحنا نبارك بدورنا كشيوخ كوجهاء كناس كبار سن، نبارك هذه الخطوة اللي خطوا فيها شبابنا، هي تجمع شباب قبيلة بريحي، ونوجه شبابنا أن يكون هذا التجمع في صالح أنفسهم أولا. في صالح أنفسهم، وأؤكد على هذه الكلمة، في صالح أنفسهم أولاً. ثانياً أن يكون لهم نظام داخلي محدد نقاط تتقيد بهذا التجمع، نظام داخلي وليس لجام. النظام الداخلي كل، حتى البرلمان له نظام داخلي، مجلس القضاء